جمعة مباركة على الجميع. المكان الأول إن نهتم فيه في حالة وجود خشونة في عظام مفصل الحوض ومفصل الفخذ اللي هو الحمام أعزكم الله. يعني هذا المكان هو المكان الأول اللي بدنا نعمل إعادة تأهيل وإعادة ترتيب للمكان هذا. واحد عنده مشاكل في الحوض أو بعد عملية تغيير مفصل في مفصل الحوض لازم يتقيد في هذه التعليمات. أول شيء المرحاض، في عنا الكعادة ارتفاعها حيكون أقل شوي من ارتفاع مفصل الركبة إذا جلسنا عليها، وهذه ممنوعة للمرضى اللي بيعانوا من الخشونة أو من الهشاشة في مفصل الحوض. في هاي الحالة لازم نرفع الكعادة ونجيب شيء إضافي نحطه على الكعادة، نرفعها 5 سم ل10 سم حسب الموجود وحسب المريح لإلنا. في حال بدنا نوقف لما تكون الكرسي عالي شوية، هذا بمنع أول شيء إن نحن حالنا بدرجة أكثر من 90 في مفصل الحوض، وهذا ممكن يؤدي لمضاعفات، وهذا بيساعدنا إن نقوم نوقف. هاي أول شغلة. ثاني شغلة الأرضية لازم تكون أرضية خشنة فيش فيها أي رطوبة أي تزحلق أو أي شغلات تعيق حركة الشخص وهو داخل على الحمام، أسلاك كهربائية، قطع صغيرة من الألعاب، أي طحبيش بدها تنشال، تكون الأرض واضحة. ثالث شيء الإضاءة المفروض تكون إضاءة قوية في الحمام، إضاءة قوية لأنه أي واحد كبير بالسن بصير في عنده ضعف في النظر، فبدنا إضاءة قوية لنقدر نشوف كل الشغلات هذه بوضوح. غير الإضاءة المفروض يكون في تهوية جيدة في الحمامات لإخراج ثاني أكسيد الكربون ووجود أكسجين اللي ما يعرضنا للدوخة. ثالث شيء المغاسل هي السبب الرئيسي للوقوع والسقوط لعملية رفع الرجلين والوضوء على المغسلة وغسل الرجلين على المغسلة، وهذه هي السبب الرئيسي لحالات السقوط وهذا ممنوع. المغسلة تستخدم فقط للإيدين، تغسل الإيدين غسل الوجه فقط، ممنوع أنا أحني وارفع إجري على المغسلة، وخصوصا إذا كان في عندي آلام في العمود الفقري أو ديسكات. في الحالة أنا بنهي من موضوعي وبكون سلعة سريعة للعملية. على كل الشغلات اللي بنحتاجها في العناية الشخصية، معجون أسنان من أي شيء، المفروض يكون على ارتفاع موجود، لا ارتفاع عالي رفوف عالي ولا ارتفاع واطي اللي اضطر احني حالي عشان اشيل اي شيء. ممنوع الانحناءات، فبحط كل شيء وبصفته على مستوى مريح لإلي. الشغلة الثانية كمان المسكات، هذه المسكات ضروري تكون موجودة على كل الجدران في الحمام. هذه المسكات ارتفاعها لازم يكون، يعني اذا بنحط ايدينا لازم يكون يعني 45 درجة في مفصل الكوع اللي يكون فيه ثبات ويكون فيه توازن ويكون مستقيم، وانا حاطط ايدي على المساكة، والمساكة لازم تكون مثبتة بطريقة جيدة من شخص كويس، وهذه سهل عملها بس هذه حتوقينا بشغل كتير. المساكات لازم تكون حوالين المغسلة، لازم تكون عند المرحاض في حال تسهل عملية الوقوف وعملية الجلوس ولبس البنطلون وشلح البنطلون وهي الشغلات الحيوية اللي بنسويها، لازم تكون على الجنب. الارتفاع زي ما حكينا حسب راحتكم وقدرتكم، بتجربوا شو الارتفاع، بس بالعادة متر لمتر ونص حسب طول الشخص وحجم الشخص. وهاي كمان في هنا مساكة، وهذه المساكات زي ما حكينا على الجدران حوالين الحمامات بشكل كامل. أوكي.
هلا الشغلة كمان المهمة اللي هي تسكير الحمام. ممنوع، واحد عنده واحد كبير مريض ممكن يشعر في دوخة، ممكن يشعر في فقدان وعي، لازم ما يكون في لقطات. وللاحتياط كمان للي لازم يكون في عنا جرس، جرس ممكن يكون وايرلس، اي شيء منبه اذا صار شيء لا سمح الله في الحمام. في هالحالة بنطلب المساعدة وحدا يجي يدخل علينا. واللي هو شبيه في موضوع الحمام، طبعا لازم يكون في عنا كراسي بلاستيكية في الشاور اللي نقدر نقعد على الكرسي. كمان مرة الكرسي لازم تكون مرتفعة، اللي هي لما نقعد عليها يكون ارتفاعها أعلى من ارتفاع الركبة، مفصل الركبة واحنا جالسين. تكون الأدوات التنظيف كلها موجودة قدامنا اللي بحاجة لإلها. نحاول نخلي الأرضية قد ما نقدر بدون أي مياه. هيك احنا بنواقع حالنا بشكل كامل، وهذه كلها التجهيزات والتأهيلات اللي انتو لازم تبلشوا تسووا فيها، مش لأي واحد عنده مشاكل بس في عظمة الحوض وعظمة الفخذ او بعد عملية او قبل عملية. لا، اي واحد بيعاني من الام في العمود الفقري، اي واحد عمره تجاوز 45 50 سنة، احنا معرضين مش فقط لفقدان التوازن، معرضين للدوخة، معرضين لشغلات كتيرة ممكن تحصل معنا، وخصوصا في الحمامات، اماكن مغلقة، قلة اكسجين وضغط وعملية راحة. فالجهاز السمبثاوي يعني بيكون مشتغل، الجار السمبثاوي بيكون يشتغل بطريقة اللي تعطينا استرخاء وراحة. ولازم يكون في روائح معطرة دائما منعشة، زي اللافندر، زي الروزماري، زي روائح الريحان، زي روائح الياسمين. هذه بتعطي انتعاش، وهي الروائح بتخلينا ما ندوخ ولا نفقد الوعي في حال وجود بخار أو أي شيء في هذه الحمامات المغلقة، وخصوصا هلا مع فترة الشتاء. وإذا واحد في عنده غاز، في بيستخدم غازات لتسخين المياه أو أي مصدر للحرارة، ممكن هذا يعرض للاختناق، وهذا موضوع تاني لازم تديروا بالكم من خلال التهوية اللي حكينا لكم لازم تكون موجودة في الحمامات. شكرا لكم، تحياتي دكتور محمود الصوص، علاج طبيعي وتأهيل، تأهيل للبيوت حتى والحمامات اللي تتأقلم مع وضعكم وتواقيكم من كثير من حالات السقوط. شكرا لكم.